السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام، مساء الخير. حاب اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتله في التيك توك. يعني بقذفكم فتلات في التيك توك في رمضان، بس يعني هذا اسهل شيء قاعد اقدر اصور عشان اجهزه. انتم ما قاعد تفهمون كيف الجدول، بعدين بقول لكم اياه. فلا تسرقوا اشتراكوا وسووا زر الجرس عشان توصلوا. طبعا اللي كان تابعوني اسناب بعد، صلوا على النبي، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ليتس جو، نبدا المقطع يا حبيبي. يا يعني والله العظيم خايف لا الصوت ينقطع، لانه اكثر من مره انقطع وزقت معي ما اقدر اصور. خلاص ما راح تنمر على احد انا بعد دقيقتين. احكي احكي قولي لهم بدا تليفوني انا ولا تليفوني. يا عيب الشوم. جوي تقول لي يا عيب الشوم بعد تليفوني، قاعد يقول هو اللي ماخذ التليفون. شوفوا ايش راح تنفذ، مو بقنطل هذاك ابو كهرباء نفسه اصيده. بسم الله، مين تحركت يم تتط. بسم الله يا عيال، ترى هذا لسعته قويه. ليش؟ ايش تراني عايشه؟ لسعته قويه مرة، ممكن تقتل ترى. والله ما ادري كذا، احس متى راح ترقد؟ ربي ما راح انام، ربي هذا خلي الاجازة تندم ان هي صارت اجازة. قد من كثر ما بحللها تحليل الاجازة هذه، حللها تحليل. انا بالنسبة لي حللت ام 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 الاجازة. انا باقي على اجازتي 3 ايام حرفيا بحللها، ممكن 18 مقطع صورت. طارق يعني من جدك تبي تنهي العلاقة؟ طارق بطارق عبد اللطيف، واخر عني، واخر والله العظيم واتعب تخسيره. خلاص ايش تاخذ؟ ايش فارقني فارقني عبد اللطيف. عز الله يا عيال. يا اخي مقالبه مره خايسه والله. مره واحده تابعت له مقلب زقت معي وانا كنت صغير، يعني وانا كنت صغير كنت فاهمان انه هذا الشيء محتواهم خايس، محتواهم خايس لابعد درجه. يعني خليل ودلال محتواهم اطلق منه صراحه، صح انه كله كذب بس اطلق، ما فيها الاوفر. معليش يا اخوان اذا الرؤيه مي واضحه، بس الباي مغطي. طبعا في ناس واجد يسالوني وش طلبك المفضل من الكافي؟ واحد كوفي شوب وذاوت خنزير. اللي قدامي قاعدة تطلب حاشي، قاعدة تطلب مفطح قهوة، عطني كوفي شوب وخلاص. قاعدة تطلب مفطح والله. كوفي شوب، كوفي شوب وذاوت خنزير. مصعب يطقيني أكلة رهيب. متابعيني لايكات وعلى خلاص يشوفون هذا. خلكم تبان طق طق مع فلدين يشوفون. أوه عمي. يا عيال انا ودي افهم كيف بس انه رهيب 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 مره. ممكن انه في ار. يا سلام، ساعه ذهب 15 ريال. سلام، ساعه فلزات 5 ريال. يا عمري شماغ دم يا سلام، ساعه ذهب 15 ريال. سلام، ساعه فلزات 5 ريال. يا عمري شماغ دم في شيئين. اول شيء معاه حق هذا سايق السيارة، صراحة انقذتني حتى أنا. ثاني شيء يحرم لبس الذهب للرجال، حرام لبسه. ما أدري إذا كانت الساعة موجودة ولا لا، بس على حد علمي إنه حرام لبس الرجال للذهب. عمي بس ما تصرح علي، لا تعلين حسك، لا تعلين حسك، لا تعلين حسك، لا تعلين حسك، لا تعلين حسك. إيش بتسوي؟ لا تعلين حسك. إيش بتسوي؟ لا تعلين حسك. ما راح أصور، بشوف اليوم هذا المثل أنت شو بتخلصه. طبعا مثل هذه رهيبة، مثل هذه رهيبة، بس يقولون إذا مقلب. ما أدري صراحة. راح من السعودية أسبوع ومصدومين. لما كنتم تكتبوا لي حنا ما ننام بالسعودية كنت صادقين. When everyone in the chat says you guys don't sleep, you guys mean it. No one fucking sleeps over there in Saudi Arabia. Chat, we go there for a week, get 3 hours of sleep every night. Yeah. No one sleeps. Yeah, bro, we go to a fucking coffee shop at 3 a.m. It's fucking back like 12:11 in my. يا عيال اللي عاجبني واحد لابس الهلال وثنتهم لابسين فروة، اقسم بالله دي منهم الجندرية. ترى عيال صاروا يجون اجانب هنا للسعودية ما شاء الله.
يا عيال انا ما اسوي اي شيء، انا اما اني اروح اطبخ واكل او انه اصور. حاليا الساعه 2:03 دقائق، عشان كذا قاعدين تشوفون المقاطع اللي قبل والمقاطع اللي قدام نفس اللباس. اقدر قاعد اصور اكثر من مقطع. قدر انه صعب فارق من تحب، لكن افراقك لي لطعم ثاني. يا عيال قويه قويه لابعد درجه، تستاهلوا اقسم بالله تستاهلوا. كل البنات خايفين متوترين من الاختبار. خويتي طز 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 وثلاث طزات واربع طزات، اللي جابك يجيب غيرك. هذا انا يا عيال، والله الحمد ما اسال ولا على اي اختبار بعد ما خلص الاختبار. انا قبل لا اسال وابلش وكذا ولازم الاختبار اعطي ان شاء الله تمام، بس بعد الاختبار ما احب اي احد يتكلم. خلص نشوفها بالنتيجه، والله الحمد نتيجتي كويسه. حبيبي انت وهي شايفه نفسكم عليه، دبلوم لو انت شاطره حياتي انت، ياك ما دخلتي دبلوم. يومني ارسل واسال وذا وما حد يجاوب، سلامات. ايش فايدة الجروب للقهقهة؟ يني شلكم نعم، شايفين انفسكم، ادري شايفين انفسكم عليه. بنتي ايش عندش انتي؟ اقسم بالله ترى ما هو في صالحش. انا تعجبني هذه اللهجة صراحة، معاه حق، لو انكم توفيركم دخلتوا دبلوم. يا قراد القرود، يا لبود اليهود، يا نكهة الاسود، يا فسوة السود، يا ضرطة في السجود، يا عدما في وجود، يا كلبا في الهراش. بدي اسويها يعني. والله بدي اسويها بس اتوقع انه خلاص راح. لا ما نقول، ترى ثانوية النسيم مرة رهيب، المسلسل مرة رهيب، بس كان لازم اكثر من حلقة. نوب ايرك سطع الكرة على جارك الكويتي واللزة عليك تقلب. استغفر الله العظيم. اذا كنت رجال تطلع انا ماشي. اشواء استني. استنى ايه يا سالم يا دوسري؟ ده انت بجد بتحب الكوره اكتر مني. انت بتقولي ايه يا اشواء؟ حب الكوره حاجه حب. يا سالم يا دوسري اسمي العنود. اقول يا طيب ما يكون كنت ريونك يا محقق يا رويد، اقول يا عنود السيف خادك من محتميك. انت مرة بدوي صح اللسان حقك. ايش يقول ده؟ استغفر الله العظيم. يا عيال انا يعجبني ابو عمر. فالى هنا كانت هذه الحلقات، سلكوا الاشتراك وسبت بجد تحصل الله وستبع عليه الكام، تابعوني اثناء بعد، صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. اكتبوا لي في تحت يا سلم يا دوسري ومع السلامه.